انا عارف كويس قوي اكتر حاجتين بيميزوني وبخبيهم. ايه هما؟ شعوري وعيوني في خدك. بس بقى بس كراتيني في جسمي. انا طول ما انت قاعده معانا لما اجي استحمى واقف الباب على نفسي هحشر مناديل في خرم الباب. هزقها، هحط البانة، هاكلها، هدوقها قبل كاشة، هجيب نجار وأزلع. انت ايه؟ انت زئبة؟ اهلا اهلا يا مستر جوني، نورت المكان. اهلا بيك. ايه ده، انت عرفت ازاي بالنضارة والقمطة؟ ده متنكر جدا. مستر جوني ده علامة، ونخبى وشه وكفاية جسمه. ما قلتش حاجة. ها تاكلوا ايه؟ ولا سيبكم اوفر سينجينج هبابة؟ اوفر سينجينج هبابة؟ بقول لك ايه، هو يوم طيب من اوله. انا هات لي. استنى، انا اللي هطلب لك لو سمحت. ممكن المنيون؟ عيون منيون بيبقى اصفر وبياكل موز وبيقعد يقول بنانا بنانا. ما تقولي منيو عادي، قوليها. انت لسه بتقولوا منيو؟ اه لا لسه قدام. احنا معلش معلش قدام معلش، اصل انا عايشه بره بقالي فتره فبطلنا نقول منيو دي من زمان. اتفضلوا. هاي هتاكل ايه؟ مش عارف، ماليش نفس اكل. لا هتاكل معايا وهتاكلني بايدك كمان لو سمحت. هاتلنا اتنين حمام كذاب. عيوني انت خدت على هنا. ايه ده؟ ليه ناكل حمام عامل موبقات؟ مش فاهم انا. وايه الحمام الكذاب ده؟ يفرق ايه طعمه على الحمام المنافق مثلا؟ بص هفهمك، الحمام الكذاب ده فراخ اصلا بس محشيه رز، شكلها شبه الحمام يعني. ده كده انتوا اللي كذابين، انتوا ده الفراخ هي اللي كذابه، عامله لي فيها حمام. الحمام بريء منكم كلكم. بقول لك ايه، نزلها لي وانا هصورها وارفعها ستوري وافضحها. لا لا يا مستر جوني، ليه بس الفضايح؟ هي خالتك انت اساسا كذاب. ده لبس واحد بتاع تنوره، انت المفروض ايدك يبقى فيها صاجات مش بتاع. ايوه فعلا انا مش من نظريتك، انا كاسر فيزا وقاعد هنا عشان بس ازود دخلي. روح روح هات الحاجات دي وتعالى. ايه ده بس وروق كده، مالك؟ سيبك بقى من الحمام بقى الكذاب والفراخ اللي هطلع، احكي لي عن نفسك. انت يا راكب لك محاليل ولا ايه؟ مش فاهم يعني، ده المفروض انه ايه، اغراء؟ سؤال سخيف وطويل ومفتوح ملوش قفله، يعني عايزاني افتح في اي مواضيع وانت تلبدي زي القراده في حاجه فيهم وتتكلمي. ايه السؤال؟ عايزه ايه يعني؟ يعني مثلا بتستحمى كم مره في الشهر؟ ايه بتطول في الحمام ولا بتنجز؟ بس 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 بس. هو في ايه؟ هو انت اللي عايز تتكلم ولا عايز انا كمان اتكلم؟ امال اللي احنا خارجين ليه مع بعض؟ قهر. ايه يعني؟ قصدي المكان مش مناسب للكلام ده، مش مناسب، احنا جايين ناكل. طب خلاص انا هروق عليك، انا صوتي حلو على فكره. اه بنكدب اكتر من الفراخ. هلو اتس مي، يفرق في ايه وياكي؟ ده كوكتيل انا اللي عاملاه، تحب تدوق؟ هرجع هرجع هرجع. ده انت عاملاه بالذكاء الاستنطائي. بقول لك ايه، ده ينفع يستخدموه طريقه استجواب لاسرع الحرب. تكميله. طب لو ما عجبكش الغنى هوريك موهبتك. لا 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 خلاص خلاص، اقعدي اقعدي اقعدي. انا عندي سؤال محيرني. انا من ساعه ما شفتك وانت بتقولي انا عايشه بره، عايشه بره، كنت عايشه فين؟ دكرنس. ايه دكرنس؟ دو كرنيس. دي بعد ريف الفرنسي فوق نيس. لا فرنسة ايه؟ لا دكرنس. دي كرنيس دي في اسيا، دي كرنيس في اسيا، حته تايلاند والحته دي. انت رحت بعيد قوي على فكره. نقرب فين؟ اللي هي بتبقى فوق الدركسه. دركسه فايكنجز؟ القلطة صح، انت فايكنجز. لا تحت الخشاشنا. كازاخستان، باكستان، النسور، السهول. لا برضك، هي ابلي السباخ. مش السباخ ده اللي بيصلح الحوض؟ حوض ايه؟ امال في انهي قارة؟ في انهي قارة بقى؟ في الدقهلية. ده ابوكي اسود. ما الدقهلية هنا، بره فين؟ انت ماكش باسبور؟ شكلك ما رحتش في حتة اصلا. انا روح. رحت فين؟ رحت الفيو. الفيو دي كنت بروحها فعلا. الفيو، بني سويف، العياء، العياء، علات. طلق رحت العيات، نزلت في العيات، طرطشت ميه. ايه القرف ده؟ طب ما انت حلو اهو، رحت في كل حته. انا بقى ساكنه في حته اسمها القناطر، دي بتاعت محمد علي. ايه الشطاره دي؟ امال ايه بره ومش كلكم كدابين؟ كلكم بفراخكم بجرسوناتكم بمساقة راسكو. بقولك ايه، انا عرفت، يلا بينا نقوم ناكل في البيت، تاخد الحاجات تكوي. يلا. لا هناكل هنا وهتاكلني بايدك ولا؟ لا لا ما اقعد. لا 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 واش. هلو بس بقى بس بقى.
اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.